طب انا عايز اسال هاني، تعتقد ان مركز رقم 8 في نادي الزمالك فرصه ايه؟ ولو امام عاشور وافق ونادي الزمالك يعني فرضا ان هو توافر ليه القدره الماديه ودفع لنادي الدنماركي الفلوس ميتلاند الدنماركي، وهل هيحل مشكله رقم 8؟ بص، خلينا نتفق ان امام عاشور لاعب كبير جدا في الكره المصريه، لاعب من افضل اللاعبين اللي متواجدين في خط الوسط في الكره المصريه. سنه صغير يعني في الفتره عنده خبرات. لكن بس مش هيبقى الاضافه لوحده، لان الزمالك زي ما احمد بيقول الزمالك محتاج على الاقل اربعه في وسط الملعب، لان ازمه الزمالك لما رحل عنه العمود الفقري اللي هو اصابه الونش ومجابه حارس المرمى في وسط الملعب طارق حامد وقدام بن شرقي والمهاجمين اللي كانوا موجودين، فبالتالي العمود الفقري للفرقه باص خالص او ما بقاش متواجد. فالزمالك محتاج لاعب رقم 6، محتاج لاعب يجيد اللعب الناحيتين 6 و8. عشان كده في كلام مع محمود حماده لاعب فاركو، طبعا دي يعني معلوماتنا من نادي فاركو بتؤكد ان في مفاوضات مع اللاعب اللي ظهر بشكل كويس جدا مع منتخبنا الوطني ومع نادي فاركو في الفتره اللي فاتت. الزمالك على الاقل زي ما احمد كان بيتكلم مش اقل من 10 لعيبه عشان تقدر، وكمان 10 لعيبه وتصبر عليهم. ده رساله لازم المسؤول وهو بيتعاقد يقولها لجمهور نادي الزمالك، ان انا جايب اللعيبه دي عشان اصنع فرقه للمستقبل. زي ما قلت لحضرتك الزمالك السنه الجايه المؤشرات كلها بتقول ان الموسم اللي جاي أسوأ للزمالك من الموسم الحالي. زي ما قلت لحضرتك تلاحم مباريات ومشاركه في البطوله العربيه، هيقعد فتره يعاني زي النادي الاهلي. النادي الاهلي انا اتمنى ده لنادي احنا مش هنتمنى ده، احنا مش هنتمنى ده طبعا، بس اقول لحضرتك المؤشرات هو طبعا قطب من اقطاب الكره المصريه وبيمثلوا مصر في كل المحافل الاقليميه والدوليه. هو الاستاذ يعني هو تخيله ان الزمالك مش هيعرف يعمل فتره اعداد جديده، مفيش فتره اعداد، فانت جايب عدد كبير جدا من اللعيبه محتاج حتى يتفاهم مين المدير الفني اللي هيدير. يعني حضرتك زي ما احنا قاعدين بنتكلم كده مش عارفين مين المدير الفني اللي جاي. طب مين هيتعاقد مع الصفقات؟ طب مين هيقول الناس دي تمشي؟ يعني مين هيقول اللعيبه دي تمشي؟ خد بال حضرتك كل مدير فني ليه رؤيه. يعني مثلا بيرسي تاو في النادي الاهلي قبل ما جه كولر، بيرسي تاو ده لاعب الجمهور شايفه متخاذل ومتكاسل وصفقه مضروبه ولازم يمشي ولازم نرجعه، والاهلي بدا تسويقه وما لقاش حد يوديه. لما جه كولر ايه اللي حصل؟ تغير مستوى اللاعب تماما، اصبح احد الاوراق الرابحه في النادي الاهلي. فممكن يجي مدير فني يقول لك انا شايف ان دونجا ده اهم من محمود حماده، دونجا اهم من امام عاشور. فلازم انت الاول يعني العربيه مش قدام الحصان، تحط العربيه تحط، لازم نمشي في الاطر الصحيحه وبعد كده نطلع نتكلم للجمهور ونقول لهم مين جاي ومين ماشي.